السلام عليكم، أحب أرحب بجميع المتابعين على قناة أكواد. إذا كنت تشاهد الفيديو أول مرة أدعوك للاشتراك. طبعا أنا بالقناة منزل هواي فيديوهات على تخطي الـ FRB. إذا تجي هنا القوائم التشغيل ومستمر بتنزيل الأدوات المجانية. هاي هنا عندنا قائمة كاملة تخص الـ FRB. اليوم شرحنا على أداة الـ BL Tool. طبعا أداة الـ BL Tool أداة مجانية تدعم الأندرويد من 11 لحد 13، مثل ما نشوف الواجهة الرئيسية لقناة الـ BL Tool. هاي الواجهة الرئيسية، أول ما تفتح الأداة راح تفتح عندك بهاي الصورة. بالأعلى هنا يوديك للديفايس مانجر، هنا يوقف العملية، هنا كلير لللوجز، هنا أوبن سي ام دي، يفتح تيرمينال. طبعا من هنا عندنا الأجهزة كوالكوم. إذا أجي هنا طبعا أجهزة كوالكوم تدعم الأوبو والفيفو والهواوي، وكل قائمة بها مجموعة من الأجهزة. هسا إذا أجي على الأوبو تغطي تقريبا 28 جهاز، تمام. بالنسبة للفيفو كذلك هنا عندك تقريبا 30 جهاز، هاي الأجهزة المدعومة بالنسبة لأجهزة الفيفو. تختار الجهاز، بعدها تضغط على remove user locked او remove FRB lock او vivo account remove او تحذف الحساب. عندك الهواوي، بالنسبة لأجهزة هواوي تدعم أجهزة الاونر 7A وتدعم اونر 7A A120، هذا A100 Y6 برايم Y7 برايم Y7 برو. طبعا تدعم ال LX2 وال DBUL22، كذلك الاونر 8C. نجي هنا على وضع معالجات الميديا تك. نجي على معالجات الميديا تك، عندنا هنا مثل ما نشوف فورمات يوزر داتا نيو مودلز. اذا تضغط هنا تختار وحدة من هذه الخيارات حسب الجهاز. وهنا عندك Save Format Older Models، وهنا عندك Save Format Old Models، وتدعم الفيفو الـ F1S and Mini Oppo. طبعا وتدعم الـ Oppo الـ F1S ومجموعة من أجهزة الـ Oppo. يقول لنا هنا هنا رايت يوزر، هنا عندي رايت يوزر داتا فيكس اوبو اوتو ريكفري، صلح الريكفري هنا عندي. وهنا ريسيت FRB لوك جوجل اكاونت لوك. هنا الاجهزة سامسونج مثل ما نشوف ريت سامسونج FRB لوك، والشاومي اكاونت باي باس، وهاي المجموعة من الاجهزة. وهنا نحذف حساب شاومي، تمام. هاي هنا القائمة بالاعلى تقدر تسوي باك اب للنتورك، تقدر تسوي تعيد تسوي ريستور للنتورك، منا تاخذ باك اب ومنا تعيد الشبكة اذا عندك بيها مشكلة. كذلك تدعم مجموعة الاوبو، مجموعة من الخيارات اوبو الاوبو نيو، وعندك اوبو اي 37 37 ام مثل ما قلنا الاف 1 اس، وعندي اي 39 واي 39 ام والاف 5. هنا تقدر سيف فورمات وهنا اللوك فورمات. كذلك اجهزة الفيفو، انتبه راح اغير القائمة مال الفيفو، راح تتغير بس هنا ونفس الخيارات عندي مثل ما نشوف هالخيارات نفسها اللي بالاعلى. كذلك أجهزة هواوي، هنا نفس الخيارات عندي على أجهزة هواوي تعمل، والشاومي كذلك القائمة، والريلمي نفس القائمة موجودة، والتكنو، تمام. هنا أنا عندي طريقة اليدوية Manual Operation، عن طريق تبحث عن ملف السكتر
مثل ما نشوف اكو بين هناني واكو سكتر راح ابحث عنه، او بير لودر هنا أنا اضيفه حسب نوع الجهاز. مثل ما نشوف هنا أنا اريد صيغته بين اساسا هو فتح مثل هذا. هنا المعالجات الميديا تك ال 6765 و 6785 تمام، ها مثل ما نشوف افتحها للأداة موجودة مجموعة تدعم مجموعة، او انت تنزله وتضيفه بعدها تضغط على Erase User Data او Save Format او تريد تزيل ال FRB عن طريق Erase FRB. عندي الوضع ال ADB ما بيشي مثل ما نشوفه فارغ. الفاست بوت هنا أنا عندي معلومات عن الجهاز، هنا أنا يسوي ريبوت للجهاز من أدخله بوضع الفاست بوت، ريبوت وضع ال ADL، طبعا وضع ال ADL نفسه وضع ال تيست بوينت أدخل الجهاز. هنا أنا فيفو ريد انفورميشن، وهنا أنا عندي هواوي ريد انفورميشن. والاف ار بي هنا اقدر ازيل ريموف الاف ار بي، وكذلك هنا الاجهزة شاومي حساب شاومي اقدر ازيله. هنا خاص بالسامسونج انفورميشن، هنا ابحث عن البورت راح القاه راح اشوفه هنا. اذا ضغطت على ريد انفورميشن راح يجيب معلومات الجهاز انيبل اي دي بي نيو، وعندي عن طريق ريموف اف ار بي لوك، وعندي هنا انيبل اي دي بي Old للأجهزة القديمة. هنا تفلش الجهاز أجهزة الميديا تك. هنا سايد لودر ريد انفورميشن فورمات انفورميشن ريبوت. منها مثل ما اتفقنا راح افتح الديفايس مانجر يوديني مباشرة الديفايس مانجر. طبعا الأداة الرابط مالتها راح اخليه لكم بصندوق الوصف، من تنزلها تضغط على داونلود. بعد ما حملت الأداة اضغط عليها كليك ايمن with rar، لا اجي على rar هنا extract file او extract here، يريد باسورد، الباسورد اكواد كابيتال. مثل ما نشوف استخرج الأداة، كل مرة أقول وقف الأنتي فايروس مثل ما تشوفون جدار الحماية مشتغل تمام. نتأكد جدار الحماية مشتغل تمام، دبل كليك فتحت نيكست اوريدي قل لي اوكي نيكست نيكست انستول قل لي نيكست. بس راح أخلي لكم فيديو كيفية تخطي الـ FRB. بالبداية راح اختار معالجات الميديا تك. بعد ما اختاريت المعالج هنا أنا راح اختار جوجل اكاونت، اختار جوجل اكاونت بعدها اضغط على الستارت. مثل ما نشوف بالجانب ظهر لي يقول لي اربط الكيبل، طبعا هنا أنا لازم اطفي الجهاز. شنو اللي اسوي؟ طفي الجهاز واضغط زر خفض الصوت ورفع الصوت معا واربط الكيبل. راح اضغط على زر رفع الصوت وخفض الصوت بنفس الوقت واربط الكيبل، وانا ضاغط على زر خفض الصوت ورفع الصوت اربط الكيبل بالجهاز. المفروض الأداة راح تشتغل مثل ما نشوف، الجهاز تعرف والأداة بدت تشتغل تمام. زال الـ FRB، العملية ما أخذت دقيقة تقريبا، أقل الدقيقة. أفصل الكيبل، أشغل الجهاز، أضغط على زر الباور، حاليا الجهاز اشتغل، انتظره
ما نشوف بعد ما اشتغل الجهاز، اتأكد انه زال الـ FRB، ماكو اي FRB. مباشرة اقدر اضغط على سكيب، اضغط على سكيب للحساب، راح اتجاوز ماكو اي FRB مثل ما نشوف امامي. اكمل هاي الخطوات، اعدادات بسيطة. بعدها راح يفتح الجهاز مثل ما نشوف فتحة واجهة الجهاز بكل بساطة. لا تنسوا متابعة القناة ومشاركتها مع أصدقائكم. أتمنى لكم يوم سعيد. تحياتي.